السلام عليكم ورحمة الله. مراجعة شهر أكتوبر الثانية ثانوي على الوحدة الأولى والثانية. Choose the correct answer. There are many rules of hygiene and sanitation. There are yogurt. Many rules. Rules يعني قواعد للهيجين and sanitation للنظافة الشخصية والنظافة العامة. To reduce حتى نقلل the risk of. Risk يعني خطر أو مخاطر. إيه؟ يبقى يوجد قواعد للهيجين والسانيتيشن حتى نقلل the risk of infection. Infection يعني عدوى. If we are able to join the new club, لو احنا قدرنا ان احنا نلتحق بالنادي الجديد, لو قدرنا ان احنا نلتحق بالنادي الجديد, we will celebrate. We will celebrate. Celebrate يعني ايه؟ هنحتفل in a special way, بطريقة خاصة. Breakfast is in the dining room from 8:30 to 10 at the yes hostel. Breakfast يعني الفطار يقدم. ماشي, الفطار يقدم يعني ايه يقدم؟ يعني served. يقدم الفطار في الديننج روم في حجرة الطعام من الساعة 8:30 إلى الساعة 10 at the yes hostel في بيت الشباب. Most desert plants, معظم النباتات الصحراوية and animals والحيوانات, can on very little water. يعني ممكن ان هي تحيا او تعيش على قدر قليل من المياه. يعني ايه يحيا او يعيش؟ survive. طب نبص بقية الكلمات معناها ايه. appear معناها يظهر, die معناها يموت, vanish معناها يختفي. يبقى most desert plants, معظم النباتات الزراعية الصحراوية and animals والحيوانات الصحراوية, can survive on, ممكن ان تعيش على القليل من المياه. امبلويز, خلي بالك كلمة امبلويز معناها اللي هم الموظفين. may be required, ممكن ان يطلب منهم, دي passive, two tasks, ان هم ينفذوا مهام محددة. يعني ايه ينفذ مهام؟ do tasks او ايه تاني؟ او perform tasks. خلي بالنا ان كلمة perform, خدنا ان perform بتيجي مع كلمة CPR, ودو سي بي ار اللي هي كارديو بلمونري ريسيتيشن يعني انعاش قلب رئوي, بيجي معاها بيرفورم او دو. كلمه اوبريشن يعني عمليه, بيرفورم يعني ينفذ عمليه, او دو بيرفورم او دو اوبريشن. كلمه تاسك يعني مهام, ممكن اقول بيرفورم تاسكس يعني يؤدي مهام بيوند ذير ستريكت جوب ديسكريبشن. هارت سيرجري تكنيكس, هارت سيرجري تكنيكس يعني تقنيات جراحة القلب. have improved considerably, have improved, have improved, improved, تحسنت in the last few years, في السنوات القليلة الأخيرة. heart surgery techniques, تقنيات جراحة القلب, have improved, تحسنت. the teacher of English has a revision plan, مدرس اللغة الإنجليزية has لديه a revision plan, خطة للمراجعة, to students for exam, حتى يعد التلاميذ للامتحان. يعني ايه جاهز او يعد؟ يعني prepare. امال يعني ايه appear؟ يعني يظهر, accept يعني يقبل, expire معناها ينهي صلاحية. يبقى the teacher of English has a revision plan to prepare students for exam. In America, في أمريكا, it is to eat turkey and cranberry sauce on Thanksgiving. Thanksgiving يعني في أمريكا من المعتاد إن أنت تاكل تركي and cranberry sauce on Thanksgiving يعني في عيد الشكر. من المعتاد, it is traditional, من التقليدي, it is traditional. We aren't used to eating a lot, we prefer our mother's cooking. prefer يعني إحنا بنفضل our mother's cooking, الطبيخ, الأكل بتاع مامتنا. يبقى we aren't used to eating out. eating out يعني ياكل خارج البيت. I was advised to have a full eyesight every 6 months. I was advised, دي بس نصحت, أن أحصل على full eyesight examination. examination يعني فحص للنظر, eyesight يعني نظر, every 6 months, كل 6 شهور. The goalkeeper is very clever يعني حارس المرمى ماهر جدا, and can quickly in penalty kicks, وممكن يتفاعل بسرعة in penalty kicks, في ضربات الجزاء.
يعني ايه يتفاعل بسرعة؟ يعني دي festivals الأعياد are for joy and excitement، هي مناسبات للفرحة والمتعة، which usually celebrate special events، وعادة بنحتفل بيها celebrate نحتفل بيها بسبيشال ايفنتس بحدث خاص. يبقى فيستيفالز دي هي مناسبات. يعني ايه مناسبات؟ يعني occasions. occasions my friend was given، صديقي تم اعطاؤه، by a clever paradigmic. paradigmic يعني مسعف، و I am convinced، ان انا مقتنع ان هو saved his life، انقذ حياته. يبقى عمل له ايه؟ was given CPR، كارديو بلومناري ريساسيتيشن، انعاش قلبي رئوي. The temperature is above the level today، يعني درجة الحرارة is above the normal level، المعدل الطبيعي النهاردة. It is nearly 40 degrees، هي حوالي 40 درجة. نمبر 15، car designers G silent، car designers يعني مصممي السيارات from some countries، من بعض الدول، اجتمعوا and held a joint exhibition، اجتمعوا وعقدوا معرض، عملوا معرض، مش معرض مشترك يعني. طيب يعني ايه اجتمعوا؟ يعني put together. كلمة put together دي بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي كلمة جزر. كلمة جزر معناها يجتمع، وكلمة put together معناها يجتمع. يبقى كل الديزاينرز العارضين من جميع أنحاء العالم اجتمعوا، جزر 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 يعني اجتمعوا أو جوتو جزر. It's important that the children and the teenagers should get the right of sleep، من المهم إن الأطفال والتينيجرز والمراهقين يجب أن يحصلوا على القدر المناسب من النوم، the right amount، the right amount. The desert land which the government reclaimed، the desert land يعني الأرض الصحراوية التي the government reclaimed التي استصلحتها، reclaim يعني يستصلح الحكومة، has wheat production يعني رفعت إنتاج القمح، wheat production، production يعني إنتاج، by 25% 25%، wheat production يعني إنتاج القمح. يعني إيه يرفع؟ يعني boosted. أمال يعني إيه boost؟ اللي بي أو إيه معناها يتفاخر. طب damaged معناها يدمر، consumed يعني استهلكت، يبقى هنا has boosted، boosted يعني رفعت. يعني كلمة boosted هنا معناها ايه؟ ممكن اقول equal synonym بتاعها ان هي increased، increased يعني رفعت. يبقى الاستصلاح، الاستصلاح reclamation، reclaim يعني يستصلح، استصلاح الأرض الزراعية، boosted، boosted يعني زود، wheat production إنتاج القمح. The accident victim، victim يعني ضحية، ضحية ضحية الحادثة، was from the wounds، كان ينزف من الجروح. يعني ايه ينزف؟ يعني bleeding، جاي من كلمة blood، blood يعني دم، bleeding يعني ينزف، from the wounds in her face، اللي كان في وشها، and hands، وفي ايديها. The storm caused، caused storm يعني العاصفة، caused تسببت في damage، دمار هائل، دمار شديد، severe damage to the boat، للمركب، and it sank، وغرق. sank دي اللي هي الباص سيمبل اوف sink، sink بالاي معناها يغرق، sink يعني يغرق. the book is the product، هذا الكتاب هو نتاج، of between two writers، هذا الكتاب is a product من يعني هو منتج من انتاج من تعاون two writers. يعني ايه تعاون؟ يعني collaboration. ايه تاني؟ ايه تاني كلمة معناها تعاون غير collaboration؟ collaboration يعني تعاون، وفي cooperation، cooperation يعني تعاون، و collaboration يعني تعاون. To fight this new virus، على حتى نحارب هذا الفيروس الجديد، you must try hard to make your or your your system stronger، حتى تحارب هذا الفيروس الجديد يجب أن تحاول بجد أن تجعل جهازك المناعي أقوى. يعني إيه الجهاز المناعي؟ يعني immune system. It took the soldiers، it took the soldier يعني استغرق من الجنود، 6 months، soldier من الجندي، 6 months، 6 شهور، to recover، حتى يشفى from the he had in training، من الجرح اللي هو
من الجرح اللي هو أصيب به في التريننج في التدريب. يعني ايه جرح؟ يعني injury. I have read, أنا قرأت فقط, only some extracts, يعني مقتطفات from the new novel, من القصة الجديدة. But I liked it much, لكن أنا حبيتها كتير. There is a widespread that, يوجد اعتقاد عام أو اعتقاد منتشر. There is a widespread, يعني اعتقاد, يعني believe. أمال يعتقد يعني إيه؟ يعني believe بالفي في إيه. يبقى there is a widespread belief, يوجد اعتقاد عام, that multinational companies, أن الشركات متعددة الجنسيات have too much power, لديها too much power, يعني لديها سلطات كبيرة. ماشي, نقولهم تاني. There is a widespread belief, يوجد اعتقاد عام, that multinational companies, إن الشركات متعددة الجنسيات have too much power, لديها سلطات كبيرة. طب عندي كلمة religion يعني دين, belief يعني اعتقاد, science يعني علم, community يعني مجتمع. طبعا اعتقاد عام يبقى widespread belief. regular mild exercise يعني التدريب المنتظم, mild المايلز يعني العادي مش قوي يعني, will help to strength, هيساعد, هو strength يعني قوة, strengthen هيساعد في تقوية your ايه, your muscles يعني عضلات. the island's bird population, يعني الكثافة السكان, يعني السكان المحليين أو الكثافة المحلية من كثافة السكان المحلية من الطيور, يعني السكان الأصليين بتوع الجزيرة. يعني إيه سكان أصليين؟ يعني native, the island native birds, يعني الطيور الأصلية بتاعة الجزيرة, يعني الطيور الأصلية native بتاعة الجزيرة, began disappearing, بدأت إن هي تختفي, due to, بتساوي كلمة because of, نتيجة ل exposure يعني التعرض to diseases, للأمراض. يبقى the island's native bird population, كثافة الطيور المحلية, began disappearing, بدأت تختفي, due to exposure, نتيجة للتعرض ل diseases يعني الأمراض. يعني ايه foreign؟ يعني أجنبي, international يعني ده. The young politician يعني السياسي الشاب, the young politician is a very speaker, هو متحدث ايه, so he was chosen to the parliament, ولذلك تم اختياره في البرلمان. يبقى هو متحدث مقنع. يعني ايه مقنع؟ يعني aggressive, لا aggressive يعني عدواني. convinced مع convince معناها يقنع, لما convinced معناها مقتنع. disorganized غير منظم, persuasive يعني مقنع, persuade يعني يقنع, و persuasive يعني مقنع. يبقى السياسي الشاب is a very persuasive speaker. selling the house was our to overcome our financial problems, يعني بيع البيت كان هو البديل الوحيد to overcome, حتى نتغلب على our financial problems. financial problems يعني المشاكل المالية. يبقى selling the house was our only option. All the fans, كل الجمهور, were impressed by, كان منبهر بي, their team's performance, أداء الفريق at the final match, في الماتش النهائي. A working woman, السيدة العاملة, has to deal with, يجب أن تتعامل مع a lot of family, لازم تتعامل مع الفاميلي, and work responsibilities يعني مسؤوليات. clubs insist that, النوادي تصر أن, children must have a medical examination, إن الأطفال يجب أن يحصلوا على a medical examination, فحص طبي, if they want to a new job, لو هم بدأوا في ممارسة رياضة جديدة. يعني إيه يبدأ ممارسة؟ يعني take up. major changes, تغيرات كبيرة, have taken, حدثت, يعني إيه يحدث؟ يعني take place. take place يعني كلمة taking place دي بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي كلمة happened. major changes يعني تغيرات كبيرة, have happened, حدثت, in Egypt society, في المجتمع المصري, in the last few years. يبقى عندي كلمة take place معناها يحدث. أمال take part معناها ايه؟ take part معناها يشارك, يعني take part بتساوي كلمة share,
إنما تيك بليز بتساوي كلمة هابن، أمال تيك داون معناها يدون ملاحظات. We arrived at school early، إحنا وصلنا المدرسة بدري، to make sure getting a good seat، إن إحنا نتأكد من، to make sure إن إحنا نتأكد من. To make sure، كلمة make sure معناها يتأكد، وبيجي بعديها حرف الجر اوف، بس طبعا مش اوف دي، او اوف او اف. make sure اوف معناها يتأكد من، او make sure about يتأكد من، يبقى كلمة اوف بس مش دي. يبقى we arrived at school early to make sure about getting a good seat، حتى نتأكد من الحصول على good seat يعني مقعد جيد. nurses are taught، دي بس يعني الممرضات يعلموا how to CPR، كيف ينفذوا ال CPR، how to do CPR أو perform CPR as a part of their first aid course، كجزء من كورس ال first aid الإسعافات الأولية. All doctors and experts، كل الأطباء وال experts والخبراء say that، بيقولوا أن a good diet، النظام الغذائي الجيد، helps you to healthy، بيساعدك أن تبقى أن تعيش حياة صحية. يبقى to stay healthy، أن تبقى بصحة جيدة. The mother wrapped a scarf، يعني الأم wrapped يعني لفت، أو لفت a scarf حول the child's neck، رقبة الطفل، as it was cold، لأن الجو كان برد. as هنا بتساوي كلمة because، يبقى the mother wrapped a scarf around the her child's neck. Although fertilizers make the land more، برغم ان fertilizers يعني الأسمدة make the land more ايه، they can cause some damage، ممكن قد كان هنا زي انت جاي نقول الا انها قد تسبب some damage، بعض الدمج الضرر. يبقى بالرغم ان fertilizer بتخلي الارض more productive، منتجة اكتر، الا انها تسبب damage. My aunt has a severe allergic to penicillin and some other drugs، يعني عمتي لديها severe allergic reaction، رد فعل ذو حساسية، حساسة جدا من ناحية البنسلين and some other drugs، وبعض الأدوية الأخرى. allergic reaction، allergic reaction يعني رد فعل ذو حساسية. He had been running، كان بيجري، and he was breathing hard، وكان بيتنفس بصعوبة. The noun from the verb breathe، breathe يتنفس، the verb النوم بقى، النوم breathing تنفس. The virus has infected many people، الفيروس has infected أصاب many people. The adjective from the verb infect، infect يعني يصيب، معناها الادفيرب الصفة منها infectious، infectious معناها معدي، يبقى كلمة infect معناها يعدي أو يصيب، و infectious معناها معدي، إنما كلمة infection يعني عدوى، و infect هي كلمة infect يعني يصيب في آخرها اس. melt the butter over a gentle heat، يعني أذب الزبدة على درجة حرارة gentle يعني هادئة. The adjective gentle، كلمة gentle can be the opposite to the adjective، كلمة gentle ممكن تكون هي عكس كلمة ايه severe، severe يعني شديد أو عنيف. Several train passengers، كثير من ركاب القطارات، got serious injuries، حصل أصيبوا بجروح، كثير من ركاب القطار أصيبوا بجروح in the crash، في التصادم. The antonym of the word injury، عكس كلمة injury، injury يعني إصابة، عكسها remedy، remedy يعني الشفاء. My more money is needed to boost the industry، more money يعني المزيد من money، من الفلوس، is needed مطلوبة، to boost حتى ندعم the industry، the industry كلمة مهمة، كلمة industry معناها الصناعة. The antonym of the word boost، boost معناها يدعم أو يزيد، عكسها approve يعني يوافق، improve يعني يحسن، support يعني يدعم، hinder يعني يعيق أو يقلل، يبقى hinder.
هندر معناها يقلل. The police has already interviewed everyone. يعني البوليس كان بالفعل interviewed يعني استجوب everyone else الجميع أو الآخرون before questioning the manager قبل ما يسأل المدير about the robbery عن السرقة. everyone else معناها الجميع أو الآخرون. can make lots of people very ill ممكن يجعل كثير من الناس مرضى. مين ده؟ فيروس. طب نشوف بقية الكلمات. كلمة organ يعني عضو من أعضاء الجسم. كلمة muscle معناها عضلة. كلمة brain معناها المخ. إيه اللي بيجعل الناس مرضى؟ الفيروس. she has cut her finger أصابت يعني جرحت صباعها and now it is ودلوقتي بيعمل إيه؟ bleeding بينزف. the skin is the body's largest يعني الجلد ده هو أكبر عضو من أعضاء جسم الإنسان. the body's largest organ. The advertisement will really the number of toys. يعني الإعلان فعلا سوف يزيد من عدد التويز. the number of يعني إيه يزيد أو يرفع boost. the number of toys the shop sells هيرفع عدد الألعاب اللي المحل بيبيعها. you can see of an onion using a simple microscope ممكن تشوف خلية البصل خلايا البصل نبات البصل يعني عن طريق استخدام ميكروسكوب بسيط. يعني ايه خلية؟ يعني سيل. طب يعني ايه تكنيك؟ يعني تقنية. immune system يعني الجهاز المناعي. chest يعني الصدر. a lot of people have been with COVID-19 كثير من الناس أصيبوا بس infected. a good diet يعني النظام الغذائي الجيد can help to support the ممكن يساعد في تدعيم the immune system. we hope the patient will to the new medicine نتمنى ان المريض يتفاعل او يستجيب للدواء الجديد. يعني react ومن يعني infect يعني يصيب يعني boost يعني يزيد يعني bleed يعني ينزف react. don't repeat yourself ما كررش نفسك. try using a new to solve the problem حاول تستخدم اسلوب جديد لحل المشكلة. try using a new technique. A person who is obese يعني سمين بس شكله حلو. obese يعني سمين يعني يعني مليان شوية. has to reduce يجب ان هو يقلل the amount of food يقلل كمية الطعام دي ايد اللي بياكلوها. talk little children using a language يعني اتكلم مع الأطفال الصغيرين باستخدام a simple language لغة بسيطة. يعني ايه curious يعني فضولي. personal يعني شخصي. complicated يعني بتساوي كلمة difficult معقدة. the Aymans معناها عائلة أيمن. his promotion احتفلوا بالبروموشن بتاعه. بروموشن يعني الترقية. in a 5-star hotel في فندق 5 نجوم. the Aymans celebrating شم النسيم الاحتفال بشم النسيم outdoors خارج المنزل. is a I will never miss is an occasion هي مناسبة لن أنساها أو لن أفوتها I will never miss. I need help with this lesson because I find it أنا محتاج مساعدة في هذا الدرس لأن أنا وجدت إن هو صعب. يعني إيه صعب؟ يعني difficult أو إيه complicated معقد. I must myself to what will happen أنا لازم أجهز نفسي لما سوف يحدث. to avoid حتى أتجنب being shocked أن أصدم أن يجيلي صدمة من بيأس. I must prepare. I have read of this novel. أنا قريت مقتطف من هذه القصة. I have read an extract. It's really worth reading إنها حقا تستحق القراءة. Coloring eggs يعني تلوين البيض ونشم النسيم. They is something هو شيء تقليدي. يعني إيه تقليدي؟ يعني traditional. They great food here in the restaurant. هما بيقدموا طعام بحري جيد. يعني ايه يقدم؟ يعني سيرف. The Chinese الصينيين find it is easy to eat using بيجدوا من السهل ان هما ياكلوا باستخدام chopsticks. ده على الجرامر بتاع يونت 1. She takes this medicine because she isn't ill. هي مش مريض يبقى هي مش مضطرة. يعني ايه مش مضطرة؟ She doesn't have to. The players
check their horses before they were allowed to play. في الماضي، احنا بنتكلم عن الماضي، يبقى اضطروا ان هم يفحصوا ضربات قلب، يعني يفحصوا يعني يقدرون الفحص على القلب قبل ما يسمح لهم وير في الماضي ان هم يلعبوا. يعني ايه بقى في الماضي؟ يبقى had to، الماضي من have to had to، والماضي من must had to. يبقى اللعيبة اضطروا ان يحصلوا على فحص لقلبهم قبل ما يسمح لهم، وير allowed، قبل ما يسمح لهم ان يلعبوا. in the past في الماضي football clubs cheat players، اتكلم في الماضي hard they believed it wasn't necessary، هم كانوا بيعتقدوا ان هو مش ضروري، يبقى ما كانوش مضطرين في الماضي. فين بقى مضطر ان؟ يعني ايه يعني had to؟ طب في الماضي عكسها didn't have to. يبقى في الماضي ال football clubs يعني الأندية بتاعت كرة القدم didn't have to check players' hearts. You not visit the white desert when you are in Farafra. It is amazing. ده هي strong advice. لازم تزور الصحراء البيضاء عندما تكون في واحة الفرافرة. It's amazing، إنها رائعة. دي strong advice يعني نصيحة قوية. بستخدم إيه في النصيحة القوية؟ بستخدم must. The manager traveled to London to attend an important conference last week. في هنا لست خلاص دور على حاجة، ماشي، يبقى اضطر ان هو يروح لندن حتى يحضر اجتماع مهم، مؤتمر مهم، يبقى اضطر ان، يبقى had to. I wash my father's car. My brother had already washed it. I wash my father's car. My brother had already washed it. أنا كنت مضطر إن أنا أغسل عربية بابا لأن أخويا غسلها الأسبوع اللي فات. يبقى أنا مضطر ولا أنا مش مضطر؟ had already washed it. لأ، إن أخويا غسلها بالفعل. هو أخويا غسلها بالفعل، يبقى أنا مضطر ولا أنا مش مضطر؟ لأ أنا مش مضطر، يبقى I didn't have to. You whisper. Nobody can hear you. انت مش مضطر ان انت تقعد تهمس لي، مش لازم تتكلم في ودني، مفيش حد، محدش حد سامعنا، يبقى انت مش مضطر. You don't have to. You drive so fast. It's very dangerous. It's very dangerous يعني انه خطير جدا. You mustn't drive very fast. فهمي وير اطاي ات وورك. It's a rule. Rule يعني قاعدة. طالما بنتكلم عن القواعد يبقى مصر. فهمي where a tie at work. Number 9. فهمي where a tie at work. It's a rule of his company. طالما اتكلمنا عن rules يبقى must. طالما اتكلمنا عن rule يبقى must. يبقى فهمي must wear a tie at work. It's a rule of his company. Yesterday I stay at home with my brother as my parents fear. أو بتكلم في الماضي، يبقى أنا اضطريت إن أنا أقعد في البيت مع أخويا لأن والديا كانوا بالخارج. هاتو children play with matches or cleaning liquids. يعني الأطفال لا يجب أن يلعبوا بالماتشز، ماتشز يعني الكبريت، أو cleaning liquids أو سوائل التنظيف. يبقى mustn't. You to take an umbrella. طالما في to هي needn't بيجي بعديها مصدر، ما ينفعش يجي بعديها to، يعني هي need to إنما needn't زائد المصدر من غير to. take an umbrella it's raining it isn't raining. الدنيا ما بتمطرش، انت مش محتاج. الاثنين دول معناهم انت مش محتاج، لكن انا هاخد don't need لان don't need ممكن يجي بعديها تو، انما need انت مش هيجي بعديها تو. you wash your hands before you eat. ده نصيحة قوية، لازم تغسل ايدك قبل ما تاكل. دي نصيحة قوية، نصيحة قوية، يبقى must. I couldn't go to the club because I meet my friends at the airport. أنا ما قدرتش في الماضي، أنا ما قدرتش أروح النادي لأن أنا كنت مضطر إن أنا أقابل أصدقاء صديق ليا في المطار. في الماضي برضو، يبقى had to. We lock the car. It's safe here. الجو هنا الدنيا أمان، يبقى إحنا مش محتاجين، يبقى needn't. mustn't، ينفع أقول mustn't؟ لأ، mustn't دي يعني في عقاب، لو قفلناها يبقى في عقاب علينا، إنما إحنا مش محتاجين. We needn't lock the car.
you aren't permitted. aren't permitted يعني مش مسموح ليك to stay here، ان انت تقعد هنا. you stay here طالما يبقى انت مش مسموح لك يبقى mustn't. ماشي. I am going to the shops. انا رايح المحلات because I buy some tea. لان انا محتاج دلوقتي ان انا اشتري بعض الشاي. because I need to. In Egypt, employees الموظفين work 6 hours a day. 6 days a week. الموظفين بيشتغلوا، مضطرين ان هم يشتغلوا 6 ساعات يوميا 6 ايام في الاسبوع. In Egypt, employees have to work. You pass your exams or the university will not accept you. انت يجب ان انت تنجح في الامتحانات بتاعتك يا اما الجامعة مش هتقبلك. You have to. You forget to do your homework tonight. The teacher won't see it tomorrow. لازم تخلص. ما ينفعش ان انت تنسى ان انت تعمل واجب النهارده لان المدرس محتاجه بكره. ما ينفعش. Don't have to معناها مش مضطر. ما ينفعش ان انا استخدمها هنا. انما لا يجب، لا يجب، لا يجب يعني mustn't. دي ملهاش دعوه بدي خالص. mustn't معناها لا يجب، انما don't have to معناها مش مضطر. يعني ممكن تعمله ممكن ما تعملوش. لو اقول لك ما ينفعش ان انت تنسى الواجب يبقى you mustn't forget، لان المدرس عايزه بكره. You more bills. You look recovered. يعني انت look انت تبدو ان انت خلاص recovered. recovered يعني تم شفائك. تبدو خلاص ان انت شفيت. يبقى انت مش لازم ان انت تاخد الايه البيلز. البيلز يعني الحبوب او البرشام. يبقى you may not have taken. ده في الماضي. needn't take. ايوه انت مش مضطر. اما don't need to take او needn't take او don't have to take كل دول واحد. يعني don't have to انت مش مضطر. don't need to انت مش مضطر. needn't والمصدر من غير to معناها انت مش مضطر. يبقى you needn't take more pills. انت مش مضطر ان انت تاخد حبوب زياده. you look recovered. شكلك خلاص ان انت خفيت. محادثه بين mother و son. wash your hands before eating. من الضروري او it's a must. it's a must to. ينفع اقول it's necessary wash؟ لا المفروض it's necessary to wash. من الضروري ان تغسل. امال ايه it's a must دي؟ هي must هنا معناها يجب؟ لا it's a must انها من الضروره. كلمه must لما بيجي قبليها ايه معناها ضروره، زي كلمه necessity. يعني هنا الجمله دي ممكن اقول it's a must to انه من الضروره ان، او it's a necessity to. you open the door or any account who you open the door or any account when I am out. ما ينفعش ان انت on any account on any account بأي حال. ما ينفعش ان انت تفتح الباب بأي حال وانا بره. يبقى لا يجب، لا يجب يعني mustn't. come early. I mean you may start to work at 10 o'clock. ممكن تبدأ شغل الساعة 10. يبقى انت مش مضطر تيجي بدري. you don't need ما ينفعش. ما ينفعش you don't need لأن don't need لازم يجي بعديها to. you mustn't لا يجب أن تأتي بدري. ليه؟ لو جيت بدري عادي لكن أنت مش مضطر. it's necessary to. it is not necessary to. ليس من الضروري أن تأتي بدري. you shouldn't لا يجب أن تأتي بدري برضه. ما ينفعش ولا أقول you shouldn't ولا you mustn't. أنا ما بلزمكش. أنا بقول لك عادي أنت مش مضطر تيجي بدري. يبقى it is not necessary to. it is not necessary to. If we have no money to take a taxi. لو معناش فلوس عشان ناخد تاكسي هنضطر ان احنا ناخد اتوبيس. يبقى we ought to get up on the bus. ought to معناها have to او need to. يبقى احنا مضطرين ان احنا نركب الاتوبيس. writing your phone number is you don't have to write it. you don't have to write it يعني انت مش مضطر ان انت تكتبه. يعني انت بتملى استمارة فبيقول لك اكتب اكتب كتابة رقم التليفون is a you don't have to write it. انت مش مضطر ان انت تكتبه. يبقى ده ايه؟ يبقى ده اختياري. يبقى ده مش الزامي. يعني اختياري يعني optional. طب لو انا قلت لك you have to write it انت لازم تكتبه يبقى is a must او necessity او obligatory. obligatory يعني الزامي. a necessity يعني ضرورة. a must يعني ضرورة. optional يعني اختياري. As he was very rich لأنه غني جدا he didn't have to look for jobs. هو مش مضطر يبحث عن وظائف. This means he looked for jobs but it wasn't necessary. didn't have to معناها إن هو مش مضطر يبحث عن وظائف وهو ما بحث. أمال إيه الكلمة اللي معناها إن هو مش مضطر بس هو بحث؟
نيد انتهاب وتصريف تالت. يبقى لو انا قلت يو نيد انتهاب بوت بريد، انت ما كانش لازم تشتري عيش، معنى كده ان انت ايه، ان انت اشتريت عيش، واحنا عندنا عيش كتير وما كانش لازم. لكن لما اقول لك يو ديدنت هاف تو باي بريد، انت ما كنتش مضطر تشتري عيش، انت ما كنتش مضطر، وفعلا انت ما اشتريتش. يبقى احنا ما كنتش مضطر في الماضي ديدنت هاف تو او نيد انت هاف وتصريف تالت. بس نيد انت هاف وتصريف تالت معناها ان انت عملت الحاجه دي خلاص وانت ما كنتش مضطر. يبقى هنا هو ديدنت هاف تو لوك فور جوب، معنى كده ان هو ما كانش مضطر وهو فعلا ما بحث. معناها هي لوكد فور جوبس ان هو كده بحث على وظيفه؟ لا، هو ما كانش مضطر وما بحث. هي didn't look for jobs as he thought it wasn't necessary. ايوه، هو ما بحثش عن وظيفه لان هو اعتقد ان هو مش ضروري. He was blamed for looking for jobs. هو حد لامه عشان هو بحث على وظيفه؟ لا، ما هو ما بحث. didn't have to معناها ان هو ما بحث. انما لو قلت لك needn't have looked يبقى انت كده بحثت وانا بلومك، انت ما كانش لازم تبحث عن وظيفه وانت اصلا غني. He didn't look for jobs but it was necessary. هو ما بحثش عن وظيفة وده كان ضروري؟ لا طبعا. ماشي، يبقى الإجابة هتبقى He didn't look for jobs، ما هو ما بحثش عن وظيفة لأن هو اعتقد إن ده مش ضروري. He needn't have come، needn't have come، needn't have وتصريف تالت معناها ما كانش مضطر إن هو يجي في الماضي. هو must يعني must have وتصريف تالت، should have وتصريف تالت، ده كله ماضي. He needn't have come اللي ما كانش لازم ان هو يجي بدري. it is still 7 a.m. معنى كده ان هو ايه، احنا قلنا نيد انت ابو تصريف ثالث، معنى كده ان هو مش مضطر بس عمل كده، بس جه. معناها ايه؟ ان هو جه صح، جه بدري وما كانش مطلوب منه ان هو يجي بدري. he didn't come early. لا، هو ما هو, هو يعني هو ما جاش بدري. لا، هو جه. he came early as it was necessary. هو جه بدري عشان هو ضروري؟ لا، هو جه بدري مع انه ما كانش ضروري. He came early but it wasn't necessary. ايوه هي دي. معلش نحاول نركز الحته دي كويس. يبقى needn't have وتصريف تالت معناها ان هو عمل حاجه مش ضروريه في الماضي، انما didn't have to ان هو ما عملش حاجه في الماضي والحاجه دي فعلا ما كانتش ضروريه ان هو يعملها. He had to phone the bank to ask about his account. هو اضطر ان هو يتصل بالبنك علشان يسأل عن الحساب، اضطر في الماضي. ده معناها he phoned the bank but it wasn't necessary، ان هو اتصل بالبنك وما كانش ضروري. he didn't phone the bank. لا، هو اتصل. he phoned the bank as it was a must. هو اتصل بالبنك لانها كانت ضرورة. he didn't have to call me late at night. هو ما كانش مضطر ان هو يكلمني متأخر. this means طالما هو didn't have to معناها ما كانش مضطر وهو فعلا ما كلمنيش. انما لما اقول needn't have وتصريف تالت معناها ان هو ما كانش مضطر بس كلمني. ماشي، he didn't have to call me late at night. he shouldn't have called me late at night. he needn't have called me late at night. it wasn't obligatory to call me late at night. ايوه، it wasn't obligatory، ما كانش لازم ان هو يكلمني متاخر. I am not keen on football. انا مش متحمس لكرة القدم. يعني ايه keen on؟ معناها interested in. انا مش مهتم بكرة القدم. For me it is important thing. بالنسبة لي دي أقل شيء مهم، أقل شيء مهم، يبقى the least important thing. Mr. Nasser is the that can solve our problems. Mr. Nasser هو أذكى واحد يقدر إن هو يحل المشاكل. ذا يعني هنا معناها إن أنا بفضل بين مستر، بقارن بين مستر ناصر وبين كل الناس التانيين. يبقى ده تفضيل، يبقى ذا زائد الصفة زائد اي اس تي. طب الصفة طويلة، يبقى مستر ناصر is the most intelligent. He is of the two champions competing to win the race. He is، أنا هنا بقارن بين اتنين، حتى لو استخدمت ذا بس أنا بقارن بين بطلين. حتى لو استخدمت ذا بس المقارنة بين اتنين لازم أن يكون فيها اي اور عشان هما بطلين. لكن بقارن بين واحد وأكتر من واحد سواء في ذا أو ما فيش ذا يبقى اي اس تي. يبقى he is the better، مش هقول ذا بيست، المفروض إن أنا متعودة أن آخد ذا بيست، بس أنا هنا بقارن بين اتنين بس. تو تشامبيونز يعني بطلين رياضيين، يبقى هو احسن واحد في البطلين دول. لما اقول كده ان هو اطول واحد في الاخين، يعني في تو براذرز اخين واحد منهم اطول من التاني، يبقى ذا تولر. لما بقارن بين اتنين حتى لو في ذا احط اي اور. هي از ذا بيتر اوف ذا تو تشامبيونز كومبيتينج تو وين ذا ريس. هو الافضل من البطلين، من اللاعبين. يبقى انا كده بقارن بين اللاعبين، بين اتنين لعيبه واحد منهم افضل من التاني، يبقى ذا بيتر. something البعض يعتقد that more money you have، كل the more، قاعدة the more، كل ما يكون معاك فلوس أكتر
ذا هابير يو بكم. في حاجه اسمها ذا مور هابي؟ لا، طالما الصفه طويله ما ينفعش احط قبليها مور، طالما الصفه قصدي قصيره ما ينفعش احط قبليها مور، خلاص احنا حاطين لها اي ار هي، لكن ممكن احط قبليها لس. يعني انا ممكن اقول لس هابي لكن ما ينفعش اقول مور هابي، ينفع اقول لس طول لكن ما ينفعش اقول مور طول. يبقى something is that more money you have، كل ما يكون مع the more money you have the more the more، قاعدة اسمها the more the more، زي زائد يو ار، والناحية التانية زي زائد يو ار، كل ما يكون معاك فلوس أكتر كل ما تبقى سعيد أكتر. The not experience in my life was when I was a big when I saw a big bear in the wild. يعني أسوأ تجربة حصلت لي في حياتي عندما رأيت a big bear، دب كبير في الإيه؟ في الغابة. ماشي، ده ايه بقى اكتر حاجه مرعبه ولا اقل حاجه مرعبه؟ لا، اكتر حاجه. يبقى the most frightening، the most frightening. You should buy the green trousers، لازم تشتري التراوزرز الاخضر، البنطلون الاخضر. they are the in the shop، دي اقل تكلفه في الشوب، في المحل، دي اقل بمتوسط تكلفه في الشوب. they are the least. عبير is as tall as عمر، عبير في نفس طول عمر. they are the same، يبقى هما الاثنين من نفس the same، دي كلمة as بيجي بينهم صفة بدون إضافات، إنما كلمة the same بيجي بعديها الاسم. طب الاسم من طول إيه؟ height. مستر حمدي is the teacher I have ever، أول ما ألاقي كلمة I have ever يبقى ده تفضيل، يبقى أجيب بعد ذا ال EST. مستر حمدي أكتر مدرس أكتر مدرس له تأثير عليا. مستر حمدي is the most inspiring teacher I have ever had. I have ever had. The students respect him much. الطلاب بتوعه بيحترموه كثيرا. تامر is a much calmer person than عمر. تامر أهدى كتير من عمر. So before the exams، قبل امتحاناتهم، عمر was much تامر. يعني هنا تامر أهدى من عمر. يبقى قبل الامتحانات عمر بيكون إيه؟ بيكون متوتر اكتر من تامر، يبقى مور نيرفوس ذان، مور نيرفوس ذان. ذا انيمال which I have seen in Egypt is a camel، معناها اكبر حيوان شفته في مصر كان الجمل. يبقى ذا بيجست، ينفع اقول ذا موست؟ لا، ما انا قلت الصفات الصغيره ما ينفعش استخدم قبليها ولا مور ولا موست، لكن ممكن استخدم قبليها less و least. فيديو كاسيتس ار نوت دي فيديز، الفيديو كاسيت مش احدث من، مش حديث زي الدي في دي، مش حديث زي. احنا قلنا المفروض as يبقى المفروض اقول ايه؟ as modern as. ماشي، او ممكن ابدل as الاولانيه ده هي بسو في حاله النفي، هي هنا في نفي، فكان ممكن ابدل as الاولانيه دي بسو، بس اقول ايه؟ سو modern as. فانا مش هينفع اخد اللي فوق دي، هو جايبها عشان يلخبطني. سو مودرن، سو ما فيش حاجه اسمها كده. انا عايزه اقول ان الكاسيت حديث زي، لو انا قلت حديث زي الدي في دي هقول از مودرن از. طب هو مش حديث زي الدي في دي، ار نوت از مودرن از، لكن في حاله النفي ممكن از الاولانيه ابدلها بسو، لكن هسيب از الثانيه زي ما هي. يعني ما فيش حاجه اسمها سو مودرن سو، لما في حاجه اسمها از مودرن از او سو مودرن از. The English exercise is the exercise in the book. هنا في ذا، يعني التدريب بتاع الانجليزي هو اكتر تدريب صعب، الاختبار بتاع الانجليزي اكتر تدريب صعب في الكتاب ده. يبقى the most challenging، the most challenging. No one in my family is my grandfather. He is the oldest one. يبقى ما فيش حد في اسرتي اكبر من جدي، هو اكبر واحد، ما فيش حد اكبر منه. No one in my family is older than. All the other books in the library are than the book I am reading. كل الكتب اللي في المكتبة ممتعة أكتر من الكتاب اللي أنا بعمل بقى. بقارن بين كل الكتب في المكتبة والكتاب ده، يعني بقارن بين اتنين، يبقى more interesting. The apple tree، شجرة التفاح، and the pear tree، وشجرة الكمثرى، are both the same height، هما الاتنين the same height، نفس الارتفاع. They are each other، they are as tall as، طالما the same height يبقى as tall as. عمر كان run then، في هنا يجري بسرعة مش يجري سريع، عشان هنا ده فعل المفروض يجي بعديه adverb، والadverb عادي هقول ايه؟ احط قبليه more في حالة المقارنة، يبقى عمر ممكن يجري أسرع مني، يبقى more quickly than.
water flooded into the house than I expected. ادي زين اهي، بحط قبليها مقارنة، يبقى more، يعني يعني مياه اكتر غمرت البيت اكتر مما توقعت. There are people here than، كلمة people جمع ماشي، بس انا عايزة مقارنة. than promised to come، يعني في ناس اقل، اخد اني واحدة بقى، اقل للجمع، قليل للجمع يعني ايه؟ يعني few، انما ايه little، قليل الكمية، يعني اقول few people، few bins، few books، انما little milk، little sugar، little water. طب few لما احط لها اي ار تبقى fewer، طب و little لما احط لها اي ار تبقى less. tennis is a four، احنا كلمة a far أو much أو little بتيجي قبل الصفات عشان أقول إيه أكتر بكتير، يعني مثلا أقول أطول بكتير يبقى a far taller، يعني كده a far و much و little و a bit بيجي بعديهم مساوي آخرها er. tennis is a far harder game than football، يعني التنس لعبة أصعب بكتير من كرة القدم، يعني أنا ممكن أشيل a far دي مش هتأسس، مش هتأثر على الكلمة. tennis is a harder game than football، لعبة أصعب من كرة القدم. A far harder يعني أصعب بكتير، ممكن أقول a bit harder يعني أصعب بحاجة بسيطة، يبقى في حاجات ممكن تيجي قبلها سبب في آخرها إيه or، زي much، زي little، زي far، إنما ما ينفعش أقول more harder، ما more دي سبب آخرها إيه or، يبقى كلمة more ما يجيش بعديها أبدا سبب آخرها إيه or. more ولا must ما يجيش بعديهم أبدا سبب آخرها إيه or، ولا less، لأن هما فيهم إيه or، ما ينفعش أجيب صفتين في آخرهم إيه or مع بعض. انا بقول مور زائد صفه في المصدر. ذا مور يو بروتست، القاعده بتاعت ذا مور، ذا مور لسه قايله لكم فوق، ذا مور يو بروتست، كل ما تعترض اكتر ذا مور جيلتي يو لوك، كل ما تبدو ان انت مذنب اكتر. علا از زان اسماك، اهي زان تبقى وايزر، ينفع اقول مور وايزر؟ لا، اولا مور ما ينفعش يجي بعديها سبب اخرها اي ار تانيه، وغير كده مور ما بستخدمهاش قبل الصفات الصغيره. ذا ريد بايسكل از ذا بلو بايسكل، ينفع اقول مور تشيبر؟ ما انا لسه قايله لكم ما ينفعش اقول مور وتشيبر، مور دي في اخرها اي اور وتشيبر في اخرها اي اور، لا مور بيجي بعديها سبب بدون اضافه. ذا ريد بايسكل از نوت از اكسبكتيف سو، لا از اكسبنسيف از او سو اكسبنسيف از، طالما في نوت ممكن استخدم بدل از الاولانيه دي سو، لكن از الثانيه لا، وعمال يلخبطك في الحته دي. نوت از اكسبنسيف از او fish that live in the ocean، يعني السمك اللي عايش في المحيط. fish that live in the rivers and lakes، مختلف عن مختلف زي الـ يعني الـ الـ مختلف زي السمك اللي عايش في الأنهار والبحيرات. يبقى fish that lives in the ocean are as different as fish that live in rivers and lakes should help and support the poor. the rich، فكلمة ريتش أصلا معناها غني، الصفات لما أحط قبليها زي بتدي معنى الجمع، يعني كلمة ريتش معناها الأغنياء، كلمة زبور معناها الفقراء من غير ما أحط حبيبه ولا أحط أي حاجة تاني، يبقى ذا ريتش معناها الأغنياء يجب أن يساعدوا الفقراء. When we reach the beach، عندما وصلنا للشاطئ، the rain become، أصبحت أكثر، أكثر غزارة. ينفع أقول مور هيفير؟ لا طبعا، لأن مور ما ينفعش بعد يجي بعديها أي أر تاني، أصبحت مور هيفي، الله اصبحت هيفير اند هيفير، ايوه اصبحت هيفير، طالما اقدر احط الصفه اي ار يبقى ما ينفعش احط قبليها مور، مور بتيجي قبل الصفات الكبيره بس. تو مي انجلش از ان ايزي سبجكت، بالنسبه لي الانجليزي ماده سهله، بات جغرافي از راذر ديفيكولت، لكن الجغرافيا صعبه الى حد ما. معناها كده ان انا اي فايند جغرافي مور ديفيكولت ذان انجلش؟ اه اي فايند جغرافي ماتش ايزير، اسهل بكتير؟ لا طبعا. I find geography as difficult as، في نفس صعوبة الإنجليزي؟ لا طبعا. I find English more difficult، لا الإنجليزي أصعب؟ لا، أنا أول واحدة إن أنا بلاقي إن الجغرافيا أصعب. Which one of the following is an adjective؟ آه لو يا ترى ما حطيت آه يبقى ده اسم، ما ينفعش إن أنا أحط أقول على adjective. Patient يعني صبور، صح دي adjective. طب زبور، هي لو ما كانش فيه ذا كانت بور تبقى فقير يبقى adjective، يبقى adjective عادي، انما لسه قايله لكم ان الصفه لما احط قبليها ذا بتدي الاسم الجمع منها، يعني زبور معناها الفقراء. ان اماتشور يعني الشخص البالغ، طالما حطيت ايه او ان قبل الحاجه بقت اسم ما بقتش صفه. which one of the following isn't an adjective، اني واحده من دول مش adjective. reliable يعني صادق، deadly مميت،
كانت جوست جاء بدلي بشكل سيء. هي باد هي اللي ادجكتيف، انما بدلي ادفيرب. Which of the following sentence is grammatically correct؟ علي and حازم are of the same height. اه دي صح. علي is more taller than. ما ينفعش، غلط. ليه؟ لان انا قلت ان ما ينفعش more يجي بعديها صفه باخرها اي ار. علي is as tall as. لا، ما لازم اقول as tall as. علي isn't as taller. لا، as بيجي بينهم صفه بدون اضافه. خلي بالنا الحاجات دي حلوه جدا. Which one of the following sentence is grammatically incorrect؟ Mercedes is more expensive than flat. لا دي صح. Mercedes is much more expensive than flat. لا صح، ان انا ممكن قبل more احط much, a bit, a little. Mercedes isn't so cheap as flat. مش رخيصة زي الفيات. Mercedes is more much. مفيش حاجة اسمها more much، اسمها much more. دي صح، دي بس اللي غلط. much more مش more much. There are types of elephants in the world. يوجد كثير من الحيوانات، من أنواع كثيرة. طبعا دي جمع، يبقى لازم أحط قبليها مني. An Asian elephant. الفيل الآسيوي. can be found in. ممكن إن هو يوجد فين؟ المفروض ده إحنا نراجع الدروس. تعالوا بس نشوف بقى الإيه الترجمة. الترجمة العربي دي قلنا أول مرة، يعني قبل كده كتير وإحنا بنترجم العربي الإنجليزي العربي، نقرأ الجمل العربي ده وبعد كده نحاول إن شاء الله هيبقى الموضوع سهل علينا ونحل جملة الإنجليزي. علينا جميعا أن نرفض المسؤولية، فمن واجبنا أن نعمل على تدمير التنمية المستدامة. ندمر التنمية المستدامة غلط. ما علينا جميعا، مفيش حاجة اسمها ما علينا جميعا، يبقى غلط. علينا جميعا أن ننبذ المسؤولية، أن نرفض المسؤولية غلط. علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية، فمن واجبنا أن نعمل على تعزيز التنمية المستدامة في بلدنا. اخترنا هو الاختيار الرابع من غير ما أبص على الجملة الإنجليزية خالص. تعالوا بقى نبص على الجملة الإنجليزية. فخلاص اختيارنا هو الاختيار الرابع، لأن الثلاثة التانيين معناهم مرفوض. You must, we must all shoulder responsibility. يجب جميعا أن نتحمل المسؤولية. It is our duty to promote sustainable development. فمن واجبنا أن promote، أن نعزز sustainable development، أن نعزز التنمية المستدامة in our country. يلا تاني برضو هنقرأ الجمل العربي، هنلاقي نفسنا استبعدنا كتير منها وجينا الإجابة الصح. تغير المناخ مشكلة جادة. مفيش حاجة اسمها مشكلة جادة. تغير المناخ مشكلة خطيرة تهدد الحياة على الأرض. لذلك استضافت مصر المؤتمر الدولي لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ الخضراء. الجملة دي أنا مش شايفة إن فيها حاجة غلط، بس لازم نقرأ الباقي. تغير المناخ كان مشكلة خطيرة. لا، إحنا بنتكلم إن هو فعلا مشكلة خطيرة. تغير المناخ مشكلة خطيرة تهدد الحياة على الأرض. لذلك استضافت مصر المؤتمر القومي لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ الخضراء. أنا كده متلخبطة بين الجملة رقم د الجملة رقم دي. نقرأ تاني كده نشوف ايه الغلط. تغير المناخ مشكلة خطيرة تؤدي الحياة على الأرض. لذلك ده المؤتمر الدولي لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في الغضراء. تغير المناخ مشكلة خطيرة تهدد الحياة على وجه الأرض. لذلك ده مصر المؤتمر القومي لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ الخضراء. الإجابتين زي بعض، يعني فيها غلط، يبقى نختار أي واحدة منهم. إن التسامح أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. الجملة دي 100 100 صح، ما فيهاش مشكلة. إن التسامح من أعظم القيم على الإنسانية على الإطلاق، فالتسامح يمكننا أن نرسخ اختلافاتنا. نرسخ اختلافاتنا يعني نصمم عليها، يبقى ده غلط. إن التسامح من أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فبالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. ماشي، الجملة دي مقبولة. إن التسامح من أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، بالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نعطي أخطاء بعضنا البعض. لا غلط. يبقى أنا دلوقتي إيه، عندي اختلاف بين الجملة الأولى والثالثة. نقراها تاني. إن التسامح أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فبالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. فبالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. طب تعالوا نقرأ بقى الجملة. Tolerance يعني التسامح is one of the greatest human values.
من اعظم ركام الانسانيه على الاطلاق، ثرو تولرانس وبالتسامح، ومن خلال التسامح وبالتسامح وي كان اكسبت اور ديفرنس، قد نستطيع ان نتقبل الاختلاف اند فورجيف ونغفر each other's mistake، ونغفر اخطاء بعضنا البعض. مش هي نغفر اخطاء بعضنا البعض اللي هي دي؟ ماشي. نكمل بقى احنا بقية الجمل بتاعة الترجمة، واحنا ان شاء الله بعد لكم المراجعة بإذن الله في التعليقات بإذن الله. تمام.